أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: ما الحكمة من عدم ذكر قوله وأطيعوا في حق أولي الأمر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ذكر المفسرون أن الحكمة والله أعلم أنهم ولاة الأمور لا يطاعون استقلالا، وإنما يطاعون فيما أطاعوا الله ورسوله فيه، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. طاعة الله هذه مطلقة، لأن الله جل وعلا لا يأمر بمعصية، والرسول طاعته مطلقة لأنه لا يأمر بمعصية عليه الصلاة والسلام. أما ولي أمر المسلمين فقد يأمر بمعصية، إما عن جهل وإما عن تعمد قد يأمر بمعصية، فلذلك تتجنب المعصية ولو أمر بها ولا يطاع فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.